تشوف هذه الأيام مناسبة عيد الأم التي تتزامن مع الأوضاع الصحية العالمية التي تحول دون القيام بمظاهر الاحتفالات التي تعودنا عليها خلال السنوات السابقة، لأن الأم عطاء وتضحية ومسيرة كفاح ونجاح، فهي تستحق منا الوفاء والشكر والامتنان على ما تقوم به في حياتها من جهد صامت دون مقابل، سواء بين أفراد عائلتها أو من خلال نشاطاتها ومشاركاتها بدعم المحتاجين. ولعل أثمن هدية يمكن أن تقدم للأم في عيدها هي المحبة والطاعة والإكرام، على مثال تلك الفضائل التي برى بها يسوع المسيح أمه العذراء، إذ أن للأم قيمة لا تقارن بأي شخص آخر في الحياة. فمهما اختلفت البلدان في التعبير عن معنى العيد، يبقى عيد الأم نبراساً وعلامة حية على استمرار الحياة. وبهذه المناسبة يتقدم مكتب فضائية نورسات الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين بصادق المحبة والتهنئة لكافة الأمهات في الأردن والعالم، راجين أن يعاد عليهن باليمن والخير والمسرات، وقد زالت كل الأسباب التي يواجهها العالم الآن بسبب الوباء العالمي الناتج عن فيروس كورونا.